السلام عليكم. مهمة الأنتلون هني عند نيراني على أساس أنها عيالها ضاعوا داخل المنجم، وفي حشرة عملاقة هي اللي مسيطرة على المنجم، فلازم نفك عيالها، نقضي على الحشرة علشان نفك عيالها. لكن هي راح تعطينا مفتاح هذا الصيد. بدأ الأنتلون أنت لاين أو وهذا المفتاح سايد 2. أوكي، أخذنا المفتاح، هو اللي راح مفتاح رقم 3. فنشوف الخريطة عشان نعرف وين المكان حق الأنتلون. هذا الأنتلون هني، لكن حنا ما عندنا المفتاح، لازم نفتح المنطقة اللي فوق هذه كلها ونرجع من المنطقة الجديدة هذه السوداء الغامجة، وبعدين نروح المنطقة البرتقالية اللي فيها الأنتلون. فوق في صناديق، فالمهمة شوي طويلة. طيب بسم الله، نروح للمنجم، نطلع الخريطة عشان ما نضيع. أيوة، نروح للمنجم. في لويشز ماينز في المنطقة اللي عارفينها كلها. أنا بس بتأكد من شغلة، الحشرات هذه ضعيفة ضد الضربات الهوائية، فبينولبو أتوقع، أو لا شوف بينولبو بلاك ماجيك، لازم ايرو، اكوا ايرو، عندها ايرو. اوكي، كذلك نشوف بينولو كذلك عندها ايرو. ما متأكد هل هي رتبة الميك، شوف طبعا هذه كلها راح تطلع بعدين. شوف الضربات السحرية وين الجلتوز اوردور، ضربة قوية حيل، بس على عجالة، بس انا ما ابي اطول. بينولبو، اوكي، ستاف اوف ذا ميك، هذه روغا، ايوه عند بينولبو مثل ما توقعت. بيو كذلك، لا ما عندنا اللي يكفي حق بيو، وما عندنا هني. وما عندنا حق هذه، اوكي. الان ندخل الفريق الهجومي ونخلي عشان نعرف منو اللي ضرباته اقوى. 471-81، زين، معناتها دخل باتالير. اوكي، نكمل من هني، احنا نبي نروح فوق وبعدين راح ننزل تحت. اوكي، ننزل من هني، ننزل من هني، طيب. في بعض الصناديق إذا ماني غلطان في صندوق آخر شيء، إذا ماني غلطان. أوبسيون أتوقع أنه فاحنا نروح من هنا، في صندوق هنا كذلك. في صندوق كذلك ورانا، أول ما تشوف استفهام وقف على طول. 146، أوكي. هذا الولد، فنلحق الولد إلى المكان اللي نروح له. هذا كله يفيدنا في الليفل اب، ويفيدنا في اخذ الاغراض من الوحوش. ك
كل هذا مفيد، فزين لك لا تستعجل على أساس أنك تنهي المرحلة وتنسى أنك تقوي. طبعا الباب هذاك مسكر، بعدين راح نفتحه، راح نفتح من ناحية الآن ونكمل من هنا. المنطقة هذه اللي قلنا لكم عنها الليفل اب، فراح يطلعون حيل كثير، فاحنا راح نمشي سيدا. زين هذا يعني وحوش ضعيفة، لكن فيما بعد شوي راح تجي وحوش قوية شوي لما نفتح البوابة. نكمل من هني، نتأكد في صندوق دعم. أشرح لكم الخريطة وين المكان اللي رايحين له. إذا ما غلطان في صندوق الأخير، هذا صندوق من هني قتلنا الوحش اللي يذكر. أوكي، بعدين نكمل. هني كان في السلحفاة اللي يذكر. نقضي عليهم على أساس ما حد يجينا من الخلف يضربنا أو شيء. آخر واحد راح نفتح البوابة. طبعا استخدم ال البوتيك كابس بس واحد. اوكي الوحوش هنا قوية شوي، فلازم تستعد. انا على اساس ارويكم الصناديق، الصناديق اللي هني، لان طبعا مهم من اي مكان تجيهم اول مرة احرص انك تاخذ الصناديق اللي فيه كله. طيب هذه منطقة جديدة، مشكلة انه في ظلام، كله ظلام. في صناديق هني، فنوخر الخريطة عشان تنتبه للصناديق. هذا صندوق ملوسكيل. اوكي اوكي دارك موت مفيدة، والصندوق الاخير عنكبوت عالية. اوكي هني هذا المنطقة اخذنا كل الصناديق، ما عليه افتر زيادة، يمكن في شيء ورا الطوفة. طيب خلصنا من هني، فنصعد حق المنطقة اللي هني. اوكي نعطي امر حق ريموت، نعطيه ونعطيه اريز او رايز. الحين الان هذا هو، الان هذا رايز. اوكي اتوقع هني صندوق فلوت موت. زين هني في صندوق هني امامنا عنكبوتة، ما علي اخذ عليها وبعدين نكمل من هني.
الجامبت هني مثل ما قلنا نحوله الى ستيل. وين صاحبنا هذا؟ ايش فيه؟ نكمل من هني؟ لا نكمل من هني. هذا تيجا موت. اوكي على اساس السرعة. وهي صندوق 442. اخر منطقة قبل لا ننزل حق اخر منطقة هني. كوغا بليد. اوكي. وهني عندنا تيماسلس، وعندنا هني 320 جل، يعني أسلحة زينة. كوغا مود أتوقع حق ال قبل لا نكمل نشوف البوشي. أتوقع أن هني والله مستحيل وصلت هني. زين اكسبوز راح تجينا في المنطقة اللي بعدها بعد ما نقضي على شو اسمه، راح تجينا اكسبوز. اوكي هذه التايم لوس، ما في اشياء ناخذها. شكاري واحد من أقوى الأسلحة، ياغو دارك بليد. ما في شيء. أوكي هني هذا الدقر ما أدري متى راح نأخذه. وشنو اللي اخذناه قبل شوي؟ كوغا بليد حق كوغا بليد. كوغا بليد حق غفران. كوغا بليد. طيب اتوقع حق وظيفة الشيكاري. لا وظيفة الشيكاري معناتها موجود هنا، لازم ندوره. الكوغا بليد هذا، هذا الكوغا بليد ما نقدر نوصل له لأنه في منطقة ثانية ما نقدر نوصل له. لازم يكون عندنا وحش استدعاء عشان نقدر نوصل للمنطقة هذه. الارشر كذلك
هني وهني. زين درين كذلك. كيزر اتوقع انه وحش نادر بستيري اتوقع والله. لا نشوف كيزر موجود مع اي خانة. اسف طولنا عليكم، اسف جدا. في الويشة ماين. زين نكمل الان، نطلع من المكان اللي كنا فيه. أتأكد بس ما في صناديق مني. اللايسن بس الأتاك. أوكي هذا هو الطريق الوحيد. عندي الآن مكانين، ممكن أروح مع المكان هذا، ممكن أروح مع المكان هذا، لكن أريد أنزل، فأروح للمكان اللي تحت عشان يودينا حق المنطقة الجديدة اللي نبيها. هذه المنطقة الجديدة. ما في صندوق، ننزل تحت. إذا ما تستوي تنزل هني، روح قوية. جيم نجيم، أوكي. أنا أبي على أساس هني. لا
ميستيك آرمر. أوكي هذه واحدة من أقوى الضربات. سكروج وفلير هني، هذا هذه اللي هني مع سكاتشي من أقوى الضربات. الطريق هذا راح يجينا الولد. المنطقة اللي جنبه لازم نمشي كل المنطقة على اساس اتوقع في صناديق على اليمين على اليسار اتوقع. هذا صندوق عنكبوت آلية. اوكي زين، صندوق كذلك عنكبوت آلية من لون الصندوق. لو ما تشوفه متلون هالشكل اعرف انه ملغوم على قولتهم. الشخصية تولع هالشكل معناتها الشخصية محتاجة طاقة. فنعطي نفسنا طاقة. اوكي. ونستمر بالطريق هذا. مع اننا طلعنا من هنا في صندوق. كريستالة حالية. زين نكمل في المنطقة الجديدة. المنطقة الجديدة مثل ما قلنا ابحث عن الصناديق. أتأكد من الصناديق. يمكن اخترق تقالية أمامنا. ما في صناديق. العربانة على اساس توديك بسرعة. بس هناك فتحة البوابة هناك ما ادري ليش. فتحة البوابة اللي بيننا هني. زين اخر مكان ما رحنا على هني بس. طيب ما في شيء نكمل. هذا الكريستال الصفراء تبي تحفظ احفظ. لقينا الولد والأنتلون. طبعا المعارك قوية وطفل السرعة. هذا طبعا منطقة جديدة بالكامل. قربنا
في صندوق في الأخير هنا. انديغو باندت، انديغو باندت، نشوف ال نشوف شو نسوي. انديغو باندت improve chance to strike with magic. اوكي حلو حلو زين. انا ودي نروح من هنا. هذه بعد منطقة جديدة. أدري إن الطريق مسكر، بس أبي أشوف عشان الصندوق. بعد في صندوق أكبر أموت. الطريق مسكر من ناحية ثانية. ماسيف جيت. أوكي لازم تجي من ناحية ثانية عشان تفتحه، لكن ما عندنا هالبريفليج. هني أخذنا قبل شوي الصندوق. أوكي فالطريق من هني قربنا للأخير. قربنا عند الأنتيلون ونتمنى نقدر نقضي عليه. صندوق ديسيبل موت. اوكي هذه يعني اساس لمحة من الوحوش اللي قدامك. الوحوش اللي قدامك كلها من نفس الشاكلة هذه. رقم 11 راح يفتحها، فما عندنا مفتاح رقم 11. راح نبين في نهاية القصة المفتاح رقم 11 منين نجيبه. نتقدم على حذر. الوحوش هذه ضد ضعيفة ضد الضربات الهوائية. نستعد الآن نطلع فريقنا. نسوي الجامبت بينولبو اول شيء. بينولبو ما عندها. نبينا جامبت ثاني. لا نبينا جامبت ب15. نبي جامبت ثاني حق بينولبو. ما في 15. زين بالنسبة هنا نبي ضد الهواء عشان نضربه بشنو؟ بإيروغا هذه. اوكي إيروغا وبعدين هايست بالإيروغا بعد. Disable Protect Shell Region. وأنا عن نفسي راح نعطيه كروجا. اي واحد وفران اتاك. طيب
الآن الجامبت حق أوكي. لا الستيل خلى ستيل. بعدين طيب ندش الحين على حذر طبعا شوي شوي. طبعا مثل ما تشوف الخريطة الوحوش انحاشت، ما ادري عاد ببلغ امه ببلغ، فودي نحن نسحبهم شوي وانقضى عليهم كمجموعة كلهم. هذا البنتلون خلصنا عليهم كلهم. ف الانتلون انتهى. انتليون او اسد ال اوكي. فالعيال راح يجون المفتاح طبعا ضاع، المفتاح حق السايت 11 كله راح حق البحر، راح نلقاه في مرحلة متقدمة بون كوست بعد كم مرحلة لما نمشي بالقصة للأمام. اوكي فنرجع للمكان اللي كنا فيه عشان ندور على الصراديق. نرجع حق المكان اللي كنا فيه. هذا ما مات لحد الحين. اوكي هذا المكان اللي كنا فيه، ففي صناديق. هذه اول شيء الاكسبوز من التكنيكات المهمة، كذلك 348 جل، كذلك ما في شيء. اكسبوز لايسن بورد، تدور على التكنيكات راح تلقى من ضمنها اكسبوز، مو من ضمن الاسلحة من ضمن التكنيكات. او هذه ريفايف على اساس انك تختاره. الف نيدل امس كان موجود. ها شلون يعني؟ يعني في ناس طلعوا في ناس ما طلعوا.
أنا في مكان مسكر ما فتحته عشان الشكل مو راضي يطلع. أنا ذاك اليوم شايفها على حرف هذا الاكس بوكس. انا قاعد ادورها من اليوم اكس بوكس هني. زين نرجع الان على السريع لصاحبة ادري تأخرت. ونمر على اليمين كله. ناخذ التكملة من هني سايت 11 راح تقودنا الى معركة مع قلقامش الرجل الغامض. نروح الى ابو شرفة على اساس نكلم وناخذ جائزتنا. هذا البيت هني واخذنا سيكل بليد بابل بلت وهذا هو